قف مكانك، الأبواب موصدة، الدخول ممنوع، والسؤال ربما يكون بدعة. هكذا يتبادر إلى الذهن لكل صحفي يفكر بالوصول إلى وزارة الخارجية اليمنية، ذلك الصندوق الأسود الذي لم تفتح طلاسمه بعد من قبل الإعلام بسبب التعتيم الشديد. وزارة الخارجية ما زالت منغلقة على نفسها، وهذا يتبادر للذهن عادة ما سبق في أيام النظام، ما زالت على مستوى التكتم، هي لا تسمح بدخول الصحفيين ولا أخذ التصريحات. هذا يدل على أن هناك وثائق لم تكشف. نطالب وزارة الخارجية أن تكون على مستوى الشفافية. تجهل معايير وقواعد التعامل مع الصحفي، وتتعامل مع المعلومة كأنها سر لا يجب أن يخرج للصحفيين. هم بذلك يخالفون قانون حق الحصول على المعلومة، ويمكن للصحفي أن يقدمهم للمساءلة القانونية. تساؤلات يطرحها الصحفيون تؤكدها المعلومات التي تقول أن ما يقارب 32 سفارة ومندوبية لليمن تعاني فراغا في منصب السفير، حيث تشهد الكثير من السفارات والقنصليات اليمنية مظاهرات كبيرة تندد بحال الفساد الذي وصلت إليه. كل ذلك يحصل والصحفي في الداخل لا يجد إجابات لها. مقابلة مع الوزير، مقابلة مع وكيل، مقابلة مع مدير مكتب، تيجي تحصل على معلومات على وثائق من الوزارة، يتعاملوا معك وكأنك رجل بوليسي وممنوع الدخول وكل شيء ممنوع. أي صحفي أو أي إعلامي أو أي شخص يبحث عن معلومات، بمجرد ما يدخل الوزارة بيحصل على هذه المعلومات، لكن للأسف الشديد عندما تذهب أي وزارة أو أي جهة حكومية بيشككوا فيك. ليش المعلومات هذه؟ بالذات إذا كانت معلومات يعني معلومات ذات خصوصية. الحصول على المعلومة في وزارة الخارجية ممنوع، والتعامل الدبلوماسي في بوابتها معدوم. وزارة ضاق الحال بمن فيها من موظفين، وبحت أصواتهم للمطالبة بحقوقهم دون مجيب. ولا غرابة أن الفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها هذا الصرح الدبلوماسي لا يحضرها إلا المقربون. هذا ثاني أو ثالث مرة نتعامل مع وزارة الخارجية اليمنية، أجد عندهم صعوبة بالتعامل مع الرغم أن الذي يعمل بالخارجية لابد أن يكون لديه برستيج عالي بالتعامل، مش بألفاظ نابية. اليوم ما رأيناه مع زملاء صحفيين عدة ضيعوا البطائق حق الزملاء ولقيناهم بعد جهد. يتعاملون مع الصحفي بطريقة تسيء للأمن القومي، وبطريقة تفتح مجانا للشائعات والحرب النفسية وتضليل الرأي العام. لا يعون أن المعلومة هي أول وسيلة لحماية الرأي العام. وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القريبي نكون له كل تقدير، لكن عليه مراجعة الطواقم سواء للحراس الأمنية اللي معه أو للطاقم اللي يعمل معه إعلامي وصحفي. متى تفتح وزارة الخارجية أبوابها أمام الصحفيين ويستوعب مسؤولوها تحولات المرحلة وحق الحصول على المعلومة؟ سؤال ما زلنا ننتظر إجابته. محمود الحميدي، حصاد السعيدة.